عودة مشاهدينا. تختلف أجسامنا فلكل شكل ما يميزه عن غيره تبعا للصفات الجينية الموروثة. صحيح راوية، كما يعتقد البعض أن الجميع يمتلك نفس الصفات بالنسبة للأعضاء الداخلية، لكن هل هذا صحيح؟ اليوم سنتناول الحديث عن أشكال الرحم عند النساء واختلافاتها، كما تأثيرها على الحمل، مع الاختصاصية في الجراحة النسائية والتوليد نادين قسيس وفقرة صحتك. صباح النور نادين. نادين، بداية خبريني شو هي أنواع وأشكال الرحم عند النساء؟ أول شيء بدنا نحكي عن شكل الرحم الاعتيادي أو الصحيح، اللي هو إذا بدك مثلث، قاعدة تبعوله بتكون من فوق، من يعني القاعدة من فوق ورأسه من تحت. رأس من تحت، نعم. مزبوط، بس أكيد الرأس منه كتير، يعني بيكون شوي واسع، نعم. وأكيد متصل بقنوات فالوب، قناتين من كل جهة، ومن تحت متصل بعنق الرحم، وعنق الرحم متصل بالمهبل. أوكي، هو يتكون تقريبا بين الأسبوع السادس والتاسع عند تكون الفتاة ببطن والدتها، يعني من هيدي المرحلة بتكون الرحم. فإذا صار في خطأ بالتكوين بهالمرحلة بيصير في خطأ أو تشوه بالرحم، نكتشفه بعدين بمرحلة لاحقة، يا يعني أما عند حدوث، يعني عند وقت تجي الدورة الشهرية عند الفتاة، أو وقتها تكون عم تحاول تحبل، أو وقتها يصير في حمل ويصير في يعني إجهاض متكرر عند المرأة. نعم. أوكي، هلأ شو هن التشوهات؟ هيدا سؤال سألتيني إياه. التشوهات هو شكل الرحم بيكون مختلف، يا أما بالاتجاه، يا أما بالحجم، يا أما مثلا قاعدة بتكون مختلفة، بيكون متقوسة. رح نبلش نشوف هون، مثل ما عم نشوف، هو هيدا الرحم وحيد القرن فينا بنسميه، أو يونيكورن. بيكون أصغر، بيكون في متصل بقناة فالوب وحدة. أوكي، هون بيكون أصغر من غيره بنسميه يونيكورن. في سبب إنجاب بالشهر الخامس أو الرابع أو السادس، يعني بيصير في حمل، بس الحمل فيه ما يكمل للآخر لأنه حجمه صغير. أوكي، نعم. بصير فيه ولادة مبكرة بس بوقت بعد ما فيه يعيش الجنين، أو إجهاض متكرر. الأمتين خطورة، خطورة لما يكون متصل برحم صغير بالصورة اللي تحت على اليمين، بيكون متصل برحم صغير، والخطر لما يصير فيه الحمل بالرحم الصغير، لأنه ما فيه يكمل، فيه ينفجر خلال الحمل بالأسبوع 16 من الحمل ويعمل نزيف للمرأة. فعندما يكون متصل برحم صغير، هون لازم نعمل استئصال جراحي للرحم الصغير. أوكي؟ طب دكتورة، يعني هل هنالك عنا ثقافة، أو لازم كدكاترة أنتم تنشروا ثقافة أنه المرأة تخضع لفحص لمعرفة نوع الرحم تبعها، لحتى نتفادى ربما أنها تحبل ويكون الحبل غير مناسب لنوع شكل الرحم اللي عندها إياه؟ يعني هل هذا الشيء مثلا شائع بدول غربية متطورة طبيا، ولازم نحن نشجع أنه على هذا الفحص بعالمنا العربي؟ هلا أول شيء بدنا نعرف أنه هول الحالات منهم كتار، يعني من 3-6% من النساء بيعانوا من هيدي المشكلة أو تشوهات بالرحم، ومش كل التشوهات بالرحم بتعمل مشاكل بالحمل أو إجهاض متكرر أو ولادة مبكرة، فمنا كتير شائعة. يعني نحن عم نحكي عن الحالات المتقدمة جدا أو الإكستريم، يعني يس، أكثر شيء مؤثر. هلا فينا نشجع أنه النساء، يعني عندما يبلغ، يعني عندما تبلغنا، أنه يعملوا صورة صوتية عادية، بس للأسف الصورة الصوتية العادية ما بتكشف أكترية الحالات. بهيدي الحالات في صور أكتر متقدمة بنعملها، الرنين المغناطيسي، صورة صوتية ثلاثية الأبعاد، في أشخاص دكاترة متخصصين بهيدا النوع من الصورة الصوتية. في الصورة الظليلية اللي هي من، يعني منبعت مادة مشعة من خلال عنق الرحم للرحم بتفرجينا شكل الرحم، وهيدي ما فينا نعملها إلا من بعد الزواج. فشوي صورة متقدمة، أنا منصح يمكن بصورة صوتية بتفرجي القصص إذا بتكون البديهية،
وإذا صار في مشاكل خلال الحمل ساعتها نعمل الفحوصات المتبقية. طيب خلينا نحكي، يعني حكيتي عن أكثر من حالة ومنهم حتى في ميلان للرحم، يعني شفت منهم أنه الرحم مائل مش أنه بوضعه طبيعي مثل ما أنت شرحتي بالبداية. خلينا نحكي عن سبل العلاج. حكيتي أنه بيعمل نزيف بوقت الحمل وربما يؤدي للإجهاض، في علاج لهالحالات أو لا؟ حسب الحالة. مثلا هون مثل ما عم نشوف هذا الرحم ذو القرنين او بيكون بيكون في تقوس فوق خلال عند الرحم منه جالس من فوق، في يكون مكتمل يعني يعني كومبليت لتحت او مثل ما بصوره ثانيه جزئي. اوكي، هيدي الحاله من اكثر حالات بتسبب ولادات مبكره او بتسبب اجهاض مبكر. اوكي، هلا في عمليه فينا نعملها بس بحالات جدا قصوى، هي انه نوسع او نوصل الرحمين ببعضهم في اذا صار في هالحالات المتكرره. بس اللي فينا نعمله هي علاج اهين، هي انه عن الرحم لانه ما بيحمل هيدا الحمل، يعني ما بيقدر يوصل الحمل لحتى الشهر التاسع، نعمل عمليه ربط لعن الرحم لحتى المراه تقدر توصل للشهر التاسع، لانه بتصير تعمل تقلصات مبكره لانه الرحم منه كتير كبير. فهيدا الشيء هيدي اكثر عمليه شائعه بنعملها بهول الحالات. وكمان هذا الرحم اللي عم نشوفه هو في حاجز، منه تقوس بوله طبيعي اذا عم تشوفه، بس في حاجز. اذا الحاجز طويل في يصير في عندنا حالات اجهاض، هون بنعمل عمليه بالمنظار خلال عن الرحم ومنقص هيدا الحاجز. هو هيدا العلاج تبعوله هين، لانه بس بالمنظار منقص الحاجز وبصير بعدين في حالات حبل طبيعيه وبيرجع الرحم شكله طبيعي. اوكي. يمكن بعد في انواع من التشوهات او ربما اللي عم بتصير، خلينا نشوف ونشرح. هون شوي تقوس اركيوت، يعني شوي في تقوس فوق، هون ما بيزعج، يعني بصير في حمل طبيعي، بصير في بكمل لشهر التاسع. ما عندنا مشكله. اكثر هو اللي في حاجز وفي القرنين، هن اكثر شيء بيعملوا حالات اجهاض وولادات مبكره، وهون اكثر انه لازم نكتشفهم على بكير لحتى نعمل نلاقي العلاج المناسب. نعم. هل الحواجز اللي عم تحكي عنها هي حواجز بتكون يعني مش سميكه، يعني اذا ضل الجنين جوا الرحم يعني ما بتأذي الجنين بس بتأذي نمو الجنين وبتعمل تقلصات مبكرة وفيها تعمل نزف لأنه المشيمة فيها تعلق على هيدا الحاجز، ووقت الولادة ما نقدر المشيمة ما بتنقبع بسهولة ففيها تسبب نزيف. فيها تسبب أنه الولد ما يجي يعني الولادة ما يكون راسه لتحت، يعني البوزيشنز ما بتكون البوزيشن مضبوطة بهيك أنواع رحم. يعني بطبيعة الحال نحن ما بنعرف أو ما بنقدر نكتشف إذا في مشكلة إلا إذا في حال صار في حبل وإجهاض أو ولادة بالشهر الخامس أو السادس. هل هنالك عوارض بتميز نوع عن آخر؟ يعني معقول تحس فيها المرأة طب ما نوصل للإجهاض، يعني لأنه الإجهاض عنده سلبيات كثيرة على جسم المرأة وعلى رحمها، بتعبها وما إلى ذلك. للأسف ما في عوارض لهيك حالات. الشيء الوحيد اللي له عارض هو مش مفرجينه هون، هو تكون في تشوه اسمه انسداد غشاء البكارة، يعني غشاء البكارة بيكون مسكر كليا، فوقت الفتاة تبلغ وتجي العادة الشهرية الدم ما بينزل، فبيصير يجمع الدم وبيعمل وجع، عندها ألم بطن كتير قوي ما عم تجي العادة الشهرية، فبنعمل صورة صوتية وبيبين أنه في تجمع دم. هون هيدي بهاي الحالة بس في عوارض، بس غير عوارض هن الإجهاض المتكرر والولادة المبكرة. هون عم نشوف الرحم الضبل، يعني عم نشوف مكانها الصور الباقيين، خلينا نشرح عنهم. هيدا هون في رحمين، في يكون في عنقين رحم ومهبل واحد او عنقين رحم ومهبلين. هون بكون في حمل طبيعي ما في مشكله لا بالحمل ولا بالاجهاض، بس اذا في مهبلين بكون في حاجز بالمهبل، في يصير في الم خلال العلاقه الزوجيه، فهون فينا نتدخل جراحيا. هون احدى الاشارات اللي كنت عم تحكي عنها، فينا كمان نقص هيدا الحاجز لحتى ما يصير في الم ولا يصير في مشكله خلال الولاده. يعني لازم دائما المراه تكون واعيه لانه ما تهمل اي علامه ربما تحس فيها لانه هذا الشيء. دكتوره، الحمل اللي بيكون بقناه فالوب
هل هو كمان له علاقة بتشوهات الرحم أو ربما بتصير له ظروف مختلفة؟ لأنه لا يعني بتلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هالحالة كتير متكررة عند النساء ودائما في أسئلة عليها لأنه كمان هي خطرة كتير خطرة بس ما إلها علاقة بالتشوهات. هيدي الحالة بتصير وقت قناة فالوب ما عم تشتغل مزبوط. هي قناة فالوب وظيفتها هي توصل يعني وقت البذرة والبويضة يلتقوا الملقحة تنتقل لتوصل على الرحم. لما يكون في مشكلة بالحركة ما بتوصل فهون بيصير في حمل خارج الرحم. الأسباب عديدة، أكثر شيء التدخين، الالتهابات النسائية القوية اللي بتوصل على قناة فالوب، الالتصاقات في البطن يعني بين قناة فالوب والجهاز الهضمي بيصير في التصاقات ما بيخلي قناة فالوب تتحرك مزبوط. هول هن أكثر شيء الحالات اللي بيسببوا. في كمان الحبوب منع الحمل أو الأكثر شيء فيها بروجستيرون، الهرمون البروجستيرون بيكون كتير قوية، أو مثلا لولب الهرموني اللي بيفرز مادة البروجستيرون في سبب كمان الحمل في قناة فالوب، وهو خطر جدا لأنه في سبب نزيف كتير قوي للمرأة. طب اختصار دكتورة، بما أنك ذكرتي الأدوية المانعة للحمل، هل هي بتأثر على شكل الرحم أو أدائه أو وظيفته لاحقا؟ لا لا، نحن اللي بنقول انه فيها تاخر حصول الاباضه تقريبا بين 3 ل 6 اشهر، يعني فيها تاخر حصول الحمل من بعد ما توقف، بس هي ما بتمنع يعني ما لها تاثير على المدى الطويل على الحمل والانجاب. دكتوره شو بتنصحي يعني الفتيات اللي عم بيتابعونا هلا ليتجنبوا هالعوارض اللي حكيتي عنها؟ انا بنصحهم انه حيلا عارض بحسوا فيه، بحسوا انه منه طبيعي، نزف مش بوقته، وجع بطن، تاخر بحصول العاده الشهريه، او تزوجت حديثا وهناك الم شديد خلال الجماع، لازم تلجا للطبيب النسائي. وكل شيء يعني بتحسه منه طبيعي لانه هي بتعرف جسمها وبتعرف انه في شيء مش طبيعي، لازم تلجا للطبيب لتشوف اذا في مشكله واذا اكيد لها حل. وكل شيء ببدايته حله بيكون اسهل بكثير. اذا الدكتوره او الاختصاصيه بالجراحه النسائيه والتوليد نادين قصيص، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.